احنا في حي نموذجي من احياء غرب الدمام، وحي صغير وعلى مدخل مطار الملك فهد الدولي. الحي ينقص بعض الخدمات بحقيقه، يعني انت شايفين بعينك يعني ارتفاع منسوب المياه بمعدل مو طبيعي وفجاه، يعني خلال تقريبا 8 شهور. الى الان احنا نجهل السبب او المصدر. بيوتنا تعثرت، عندنا البيوت صار فيها مشاكل وصار فيها يعني تشققات بسبب هالمويه هذه. هذا اول شيء. الشيء الثاني عندنا نقص في بعض الخدمات، يعني منها عمال النظافة بشكل عام. يعني ما أنا صار لي 6 سنوات في الحي ما شفت إلا عامل مرة واحدة. فأتمنى من أمانة الدمام أنها تأخذ الموضوع هذا بالاعتبار. نقص في الحدائق، ما عندنا أي حديقة في الحي، ما عندنا أي خدمات. يعني زائدا أنه نفتقد إلى النت والاتصالات، هذه مفقودة لدينا. الموية الحلوة، ما عندنا موية حلوة إلى الآن، عندنا مويه مالحه تشتغل تقريبا 4 ساعات في اليوم. هذه من الملاحظات اللي يعني انا احب اني اتكلم فيها وابينها، توصل ان شاء الله لامانه الدمام وتراعي النقطه هذه. انا احد المتضررين من مستنقعات زي ما انتم شايفين، وايضا بعد من الصرف الصحي. انا صار عندي هبوط في البيت، اضطررت اني اشتغل في البيت 4 مرات كل من الهبوط. اشتكيت يمكن 14 مرة، جت البلدية وجاء المندوب حقهم وكشف، واخر شيء يقول مين تبعنا؟ تبع المياه. رحنا للمياه يقول لهم مو تبعنا، هذه تبع البلدية. فأصبحنا ما بين 2، ما بين وزارة المياه وما بين البلدية، وكل واحد يقول شغلة ثانية. وقت الأمطار جابوا الشركة ذيك هي، جابوا مواطير مويه وقامت تسحب. وين تودي للجهه الثانيه، يعني شلون من عندنا ودون للجهه الثانيه، واصبح منقع هنا. حوادث وقت الامطار هنا صارت، السبب مياه مغطيه الشارع، ما نشوف، ما تدري انت تمشي على اسفلت ولا تمشي على الرمل. اشتكينا مرور ما في، شرطه دبريات ما عندنا، كلاب ضاله يوميا عندنا هنا، يوميا البقاله هنا، وفي بنات يطلع من هنا ولا شيء تشوفهم بقال. يعني احيانا انا اروح انا بنفسي اساعدهم اطرد هالكلاب. اشتكينا مره مرتين ثلاثه ما في فايده، البلاغات كل يوم يدقون علي. ايش رايك لما اقول لهم لا والله الراي مو بزين، ترجع لي رساله تم معالجه الشكوى. طب تمت معالجه الشكوى ليش؟ انت ما سويت لي شيء. تعرش عن الناموس، يجي يتفرج علينا. أنا صديق والله ما في معلومة، هذا مندوب كلام تعال هنا بس ويمشي. شوي تجيك رسالة تمت معالجة بلاغك. رحت جبت على حسابي دفنت، جيت بدفن هنا، شوف هذه أول رمول جيت دفنتها، جو عطاني مخالفة. ليش تدفن؟ كيف ليش أدفن؟ أنا متضرر لازم أدفن الموية هذه. قال لا ما تدفن، هذا تبع البلدية. طيب تعالوا صلحوها، لا مين تبعنا الحين، هذه تبع المياه. في البداية قالوا ان الماء هذا من اثار الامطار، لكن الامطار انتهت والماء باقي يطلع في الشارع وتأثر شارع 60. فالان الشارع بدأ يتهالك، لا يوجد عندنا صرف صحي، المياه باقي مالحة، الشوارع لا يوجد بها ارصفة، الحي فقير من جميع الخدمات، لا يوجد مركز صحي، المدارس لا يوجد عندنا مدارس غير مدارس مستاجرة وابتدائية فقط لا غير، لا عندنا متوسطة ولا ثانوية. الحي شبه معزول، حتى الطريق العام عندنا مقفل، لازم نطلع السكة على الشارع العام، الشارع السريع نطلع للكوبري. المستنقعات حول البيوت كثرت، الناموس، الحشرات، الفيران، الله يكرمكم، الكلاب الضالة متوفر بالحي. خدمات البلدية فقيرة، لا يوجد عندنا عمال نظافة في الحي، لا يوجد نظافة في الشوارع. من النامس والحشرات والله يكرمك كل شيء، الغوارض كلها موجودة، وتكلمنا كذا مرة، وحتى شوف الأربع الشوارع ذي غرقانة لها يمكن الحين 5 شهور، ونسوي بلاغات ولا أحد يهتم. أرصفة، تخطيط الشوارع صح، هذا اللي ودنا فيه عنا في المخطط. ما عندنا أي حدائق، ما في لا حدائق لا مستوصف، مستوصف خاص بالحي ما في، مدارس ما في الابتدائي ترى هنا. رحت المغر البلدية المحافظة البيضاء اللي في الضاحية وبلغتهم على أساس يدفن هذا المستنقع، قالوا خلاص أوكي
أنا خامس واحد في الكشف، ويجي الحين المخطط هذا دفن هنا ما سووا شيء، هو شارع رئيسي. نطالب صراحة بوجود الحدائق، انتشار الحدائق مثل ما هو معمول فيه مع باقي أحياء الدمام، إعادة ترصيف الحي والاهتمام برضو بالشوارع لإعادة زفلتتها، يعني بعد موجة الأمطار والمستنقعات هذه صراحة سببت المشاكل في زفلتة الشوارع.